يا نواب اللي وافق على الإحالة التشريعية أو الدستورية أو سريات الجلسة لا هو منا ولا حنا منه. إذا كانت تملك الحجة وتتكلم الآن أنها تملك الحجة ولديها من الوزارة اللي اختارت يواجهون، لا تخاف فلتقابل استجوابها. مقارعة الحجة بالحجة ومواجهة الدليل بالأدلة وأصوات نيابية تبعث برسائل نصح للحكومة كسبيل للتعاطي مع المساءلات المنتظرة بحقها. الحكومة بين المواجهة والسقوط، عنوان ندوة نيابية حفلت بالعديد من المواقف والانتقادات التي وجهت للحكومة من بوابات عدة، تمثلت بنهج التعاطي الحكومي مع الاستجوابات النيابية وتعطيل الجلسات. وفي السياق دعا المشاركون من النواب أعضاء مجلس الأمة إلى قطع الطريق على الحكومة عبر رفض أي من هذه السيناريوهات التي قد تطرح، وذلك للدفع بالحكومة إلى منصة المواجهة. مواقف الندوة في تقرير لجميل القاسم. وسط زحمة الحديث عن الاستجوابات المقدم منها والمزمع تقديمه حسب التصريحات المعلنة، ترتفع الأصوات النيابية على المنابر السياسية لمطالبة الحكومة مواجهة الاستجوابات المقدمة بحقها بهدف الوقوف على مدى دستورية المحاور المطروحة، مع رفض ما يطرح من سيناريوهات تحويل هذه الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو حتى إلى الجلسات السرية للمجلس. أحيانا أمر عادي أن تكون حكومة غير صالحة، لكن الأخطر أن يكون مجلس نيابي فاسد، هذا هو الأخطر. وبالتالي لا يمكن أن تنصلح هذه الأوضاع إلا من خلالكم، من خلال ضمائركم الحية. تكلموا بالصوت العالي، قولوا بأن الأوضاع الموجودة خطأ، قولوا يا نواب اللي وافق على الإحالة التشريعية أو الدستورية أو سرية الجلسة لا هو منا ولا حنا منه. أنتم ما قاعدين تطالبونهم بالمستحيل، أنتم تطالبونهم بما يؤكد سلامة الموقف. نظام والله أخوي وأخوك، ولا نظام أعرفه ولا معرفك، هذا الشيء الناس سئمت منه، والكفاءات طفح الكيل فيها، وإحنا نتوقع من المرحلة القادمة تكون مواجهة صحيحة. وأعتقد هاي الحكومة راح تواجه استجوابات كثيرة من البداية، وأعتقد أن دورها المفروض أنها تجتمع 24 ساعة، لأن هي مفروض بحالة طوارئ، ولكن إحنا لا نجد هذا، نجد نمتكين، عسى الله يستر على هالبلد. الحكومة بين المواجهة والسقوط شكل عنوان إحدى الندوات التي تمحورت حول توجيه الانتقاد النيابي للنهج الحكومي في التعاطي مع الاستجواب، لأن نفس النهج ونفس الأسلوب وحكومة لا تستطيع أن تواجه. الآن قدم لها استجواب وسيقدم لها استجواب آخر، وأيضا عدم الاستجوابات خل تواجه. إذا كانت تملك الحجة وتتكلم الآن أنها تملك الحجة ولديها من الوزارة اللي اختارت يواجهون، لا تخاف خل تقابل الاستجوابات وخل تكون الحجة بالحجة، والحكم ضمائرنا احنا كنواب وايضا الشعب الكويتي اللي حركنا احنا في مجلس الامه. ما عاد نتحمل مساله انه والله عطل تكتك فركش الجلسه، هذا كلام ما راح نقبل فيه. الحد الادنى ان نمارس صلاحياتنا الدستوريه فيما يتعلق بالاستجواب، وايضا نمارسها بمنح الثقه او نزع الثقه، مو لاعتبارات شخصيه، وانما المصلحه العامه للدوله اللي باتت اليوم على المحك، وانتم كلكم مسؤولين. كما انتقد المشاركون التعاطي الحكومي إزاء عدد من القضايا عوضا عن استنكار ما أسموه التخاذل النيابي. تمنينا أن هذه الحكومة تعي الخطر الإقليمي اللي احنا عايشين فيه، حوالينا تدخل سياسي سافر من إيران ومن بعض الحركات التي لا تريد لهذا البلد الخير، عندنا خطر عسكري محيط فينا إقليمي، وعندنا خطر أيضا بيئي. لابد أن هذه الحكومة تكون مدركة لمثل هذه التحديات اللي حوالينا. المؤسسة التشريعية أصبحت مسلوبة الإرادة ولا تملك رأيها بسبب وجود بعض النواب المتخاذلين اللي وضحت الصورة أمامكم بكل وضوح. أنا ما أظن تغفلون عن هؤلاء الأعضاء اللي بعضهم باعوا ضمائرهم، موجودين عندنا وفي مناطق أخرى من أجل بعض الاعتبارات المالية وغيرها.
وتطرق النواب أيضا خلال الندوة إلى مجمل القضايا الراهنة بما فيها قضايا التنمية بمختلف مستوياتها ومجالاتها والتأخر الحكومي في تفعيل القوانين التي تم إنجازها. جميل القاسم، الرأي.